تمام الحمد لله. ممكن لو سمحت تعرض تجربتك؟ بصي حضرتك، وانا من صغيرة يعني عمري صغيرة لحد ما وصلت لحد 12 سنة كانت حياتي كويسة جدا في وجهة نظر كل الناس، كويسة يعني بمعنى صح، كل الناس شايفيني متدلعة. تمام. اهلي فعلا ما كانوش مخليني محتاجة اي حاجة، بس ده من وجهة نظرهم هما مش من وجهة نظر انا. لحد ما بقى عندي 15 سنة ساعتها بقى ليا طلباتي الخاصة بتاعتي انا، كان نفسي اتحقق وقتها زي ما كانوا بيحققوا لي كل حاجة، تمام. بس ساعتها واجهت رد شديد جدا ما كنتش عارفة سببه ايه، ووصل كمان لحد الضرب والشتيمة. يعني حضرتك بقى بعض الألفاظ مش قادرة أوصفها لك، يعني ولا قادرة أوصف لك ايه اللي كان بيحصل لي وقتها. معاكي، كملي. دايما بقى كده، يعني كان دايما الحياة فضلت كده من أول ما وصل سني 15 سنة، فما بقتش معايا حد يفهمني ولا يسمعني ولا يتكلم معايا ولا يقدر أي حاجة أنا عايزاها، مفيش الكلام ده خالص. تمام. وبعدين لحد ما قررت إن أنا زي أي بنت في سني ما بتلاقي بهدلة في بيتها وبتلاقي مفيش حد يسمعها ولا أي حاجة من الكلام ده كله، قررت أسيب البيت وأمشي. بس ساعتها رحت عند واحدة صاحبتي لأني ما كنتش لاقي أي مكان أروح، عارفة المكان يرجعوني، بس المرة دي مش على ضرب بس بقى وإهانة، بقى حبس كمان. مفيش حد فيهم كان مقدر أي حاجة أنا حاسة بيها ولا أنا عايزاها. تمام. وقتها كمان اول ما قدرت ان انا اجيب البيت وامشي خالص قررت ان انا امشي، ما لقيتش غير الشارع هيكون امام ليا منهم زي ما كنت فاهمه. يعني تمام حضرتك انا استلمت كل حاجه ممكن تيجي في دماغي بقد خيالي عايز ما اعرف عايز، ما حاولتش ان انا ارجع ليهم تاني من البهدله اللي انا عشتها معاهم. لما تعبت وما قدرتش استحمل الشارع وبهدلته، يعني حضرتك اكيد عارفة اي بنت لما بتبقى في الشارع بيحصل لها ايه. تمام. رفضوا يرجعوني وقالوا لي لا انت خلاص انت بالنسبة لنا موتي ومش عايزينك تاني معانا. انا بقول كده عشان بس اوصل رسالة لكل ام في البيت وكل بنت وكل اسرة، لازم تبقوا مع بعض، لازم تقربوا من بعض وتشوفوا احتياجاتنا احنا عايزين ايه، مش اللي انتوا عايزينها ولا اللي انتوا عايزين توفروها لنا، لازم نبقى مع بعض واحد يحس بينا، يعني تعاملوا معانا على اننا ناس بتفهم معاكم، ما تفرضوش ان انتوا عايزينه علينا وانتوا كده تبقوا شايفين ان انتوا بتعملوا الصح. تمام. شكرا ليكي وشكرا على تواصلك معانا.